بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أعتذر على التأخر دائما في تنزيل الحلقات، لأنه الفترة الأخيرة طبعا متواجدنا في كندا، والتصوير هنا نوعا ما شوية صعب بالنسبة لي، لأنه أولا ما أعرف الأماكن، ثانيا الأماكن المفتوحة عادة لما نكون فيها ناس كثير أجي أصور بعض الأحيان الناس يقولوا ليش تصور، يعني في ناس مثلا يخشوا بالغلط كذا معايا في التصوير، فيجوني بعد ما أصور يقولوا لي ليش تصورنا، ايش عندك، مدري ايش، فصار الوضع يعني ايش مقرف نوعا ما، فصرت يعني اقلل من التصوير. لكن احنا الان في شهر رمضان، كل عام وانتم بخير، ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. طبعا راح احكي لكم عن تجربتي وتجربة الصيام في كندا، وكيف الناس استقبلت رمضان في كندا والمسلمين والمجتمعات المسلمة كيف، فخلوكم معنا ونشوف ايش في هذا الفيديو. خلوكم معنا. للناس اللي ما اشتركت في القناة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هيا بنا. اندونيسيا الحياة للأمام، اندونيسيا الحياة للأمام، من سبان نهدي السلام، اندونيسيا الحياة للأمام، شعب مبتسم متواضع يرحب بالضيف رائع، بين القرى والمدن حب وئام وحلم. نهار رمضان في كندا أو في هذا البلد الباردة عادي جدا، يعني ما يفرق معهم ولا شيء، الحياة طبيعية، المدارس شغالة، الدوائر الحكومية، المولات، المطاعم شغالة، فكأنه يوم طبيعي جدا. فللمسلمين هذا طبعا يمثل تحدي وتجربة، أو بالأصح اختبار للإيمان، فالإيمان ضعيف راح يروح مع القوم يا شقرة، وراح إيش يفطر وكأنه ما هو في رمضان. فهذا هو الوضع في هذه البلاد الباردة. شايفين أنا لابس جاكيت وجاي بارد، صراحة الجو جدا بارد مع أنه إحنا في الربيع خلاص. فالنهار هنا نهار طبيعي، الحياة طبيعية، مطاعم شغالة، فمن جد اختبار للإيمان. زي ما انتم شايفين الحياة طبيعية جدا في المكتبة، ما ادري هنا ما فيش ناس ياكلوا، لكن هناك شوفوا هناك في ناس عندهم علب الموية، هذا قاعد يشرب، شوفوا اللي قدامنا قاعد يشرب، فالحياة طبيعية جدا يعني. فهذه الحياة في رمضان او نهار رمضان في كندا. نحن الان في عصرية رمضان، هنا ما في لا بسطات حقت على قول من اكلات الافطار او وجبات الافطار، ما عندهم لا بسطات ولا شيء. تبغى تاكل تروح مطاعم، تروح المطاعم. طبعا في مطاعم كثيره للمسلمين، طبعا في مطاعم تركيه، مطاعم باكستانيه، مطاعم هنديه، حلال، بيتزا، اشكال انواع، ولكن ما تحس بالروحانيه حقت تجمعك مع العائله كذا، ولما تيجي تخرج تشتري المقاضي هذه حقت الافطار، السمبوسه، الشرب، المقليات، الشغلات هذه زي في اندونيسيا او زي في الدول العربيه والدول الاسلاميه بشكل عام، هنا ما في الكلام هذا. فعصريه رمضان عادي يعني، عصر عادي، تروح مشاويرك، تغلق مشاويرك، تمسك الباب على قولهم. لكن اليوم احنا عندنا ايضا طبعا في نفس مسجد الاستقلال عزموا المايور او زي ما تقول امير المنطقه انهم يفطروا معاهم، يعني بس هم بيعرفوهم عن العادات والعادات الاسلاميه في الافطار وهكذا. فمسجد الاستقلال عمل دعوه للمجتمع حول المسجد تمام، غير المسلمين طبعا، شوفوا غير المسلمين طبعا، الهدف من هذه الحركة انهم يعرفوهم عن الدين الاسلامي. وسبحان الله يمكن ربنا يهدي احد من اللي يجوا يشوف الاسلام ويتعرف عليه، ويعني يكون عنده فضول وبعد كذا يحب انه يتعرف على الاسلام اكثر واكثر، ويمكن يدخل الاسلام سبحان الله. فهذه احدى الطرق. طبعا معظم المساجد يسووا هذه الحركة، يشوفوا الكوميونتي او المجتمع اللي حول المسجد، يتكلموا مع المسؤولين، يعزموهم على الإفطار في المسجد. فخلونا نشوف الإفطار في المسجد مع المجتمع الغير مسلم. نقربنا مسجد الاستقلال، قربنا مسجد الاستقلال، وإن شاء الله يكون لنا موقف، بس نحصل موقف، لأنه أنا شايف سيارات واقفة خارج حدود المواقف، فبالفعل شكله زحمة وما فيش
مواقف والله أعلم بسم الله لا كويس في بعض المواقف. طبعا إذا كنت في كندا لازم تكون قريب من المجتمع المسلم، يعني المجتمعات المسلمة طبعا يعني متواجدين أقرب شيء للمساجد. فبحكم أني أندونيسي فجيت لهذا المسجد اللي هو مسجد الاستقلال. شوفوا هذا هو مسجد الاستقلال هنا. طبعا قلنا في السابق أنه كان كنيسة والآن أصبح مسجد. شوفوا هذا هو مسجد الاستقلال تورنتو. فنبقى نشوف الإفطار هنا وكيف الناس والمجتمع المسلم عايش في كندا. دخلتنا للمسجد هم جالسين فوق في المسجد، يعني قدهم جو. شوف هذه احذيتهم، هذول هم شوفوا شايفين. فخلونا نطلع فوق ونشوف الاوضاع فوق. طبعا الافضل اني اخش من هنا لانه انا ماني شايف طريق. شوف في طريق، والله في طريق، لكن الافضل اجي من ورا. هذول فوق، هذه هي اميرة المنطقة، هذول غير المسلمين وهذول المسلمين. الحمد لله. يلا طبعا تجهيزات الافطار هنا. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا تجهيزات الافطار الوجبات، هذا الحلا والشغلات الثانية. يلا يبقى نصلي المغرب ونفطر بعدين نكمل معكم. طبعاً بحكم علاقتي مع الناس أو المسؤولين عن هذا المسجد، طبعاً الحمد لله دائماً يخلوني أذن دائماً هنا، فإن شاء الله راح أذن لأذان المغرب معكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. نازلين نشوف الأوضاع تحت كيف. ما شاء الله جبات هنا. طبعا هذا زي ما قلنا الماير. طبعا هذول غير مسلمين اللي ما هم مسلمين. هذه البيت ما شاء الله مسلمة أردنية. هذه هي الأوضاع عندما يعني يطلبون من الناس أنهم يأتوا إلى هنا و يفطرون معه. هذه سفرة الإفطار في مسجد الاستقلال، وهذول جماعة المسجد. شوفوا هنا، طبعا هنا قسم الرجال، هنا قسم الحريم. شوفوا هناك الجهة الأخرى. فهذا هو الإفطار ما شاء الله. عائلة مقدمين هذا طبعا صحن الإفطار في هذا الأكل اللي هو وطن كباب، عبارة عن رز، وهذه السناك حقه. طبعا المويه كل واحد يجيب مويته بنفسه، وفي عصيرات يقدموا عصيرات، لكن انا ما ابغى عصير فبشرب مويتي لحالي. طبعا كباب لحم و شيش طاووق او صال دجاج مع الرز. طبعا مش اعلان هذا لوطن كباب، مش اعلان، مع سلطه اللبن، سلطه لبن بالنعناع. يلا خلينا نستمتع بالإفطار لهذا اليوم. الأطفال أيضا يشاركون في الإفطار الجماعي في هذا المسجد. هنا أطفال أيضا.
هذا هو جمال الإسلام، أينما تكونوا المسلمين دائما يجتمعون على فائدة الإفطار من جميع أنحاء العالم، خاصة في منطقة أو في المسجد الحرام والمسجد النبوي، من جميع أنحاء العالم يتجمعون للإفطار في هذه البقعتين المقدستين. هذا هو جمال الإسلام، حينما يجتمع المسلمون على مائدة الإفطار. جميل في هذا المجتمع المسلم والمجتمع مسجد الاستقلال أنهم مشكلين من عدة جنسيات، فمش فقط الدونسيين، يعني في ما شاء الله هنود، في ما شاء الله من موريشيوس، في ناس من في عرب، طبعا في أخونا الأردنيين يأكل شوفوا هناك الأردني أخونا أمجد، في أيضا جنسيات أخرى طبعا، يعني في واحد مغربي، المغربي من الشاب المغربي، كان مغربي، في واحد مغربي اسمه حاتم برضو معنا. فالمجتمع المجتمع أو جماعة المسجد في هذا المسجد الاستقلال متنوع من جميع الجنسيات، فالمكان مفتوح للجميع، والشعور المجتمعي المسلم جدا جميل في هذا المسجد صراحة. هذا اللي أنا حسيت فيه حكم أني دائما أجد المسجد. قابلنا أخونا أمجد أبو حسن من الأردن، هذا هو. السلام عليكم، حياكم الله. إيش رأيك في المجتمع وجماعة المسجد الاستقلال؟ والله مجتمع رائع، يعني ما شاء الله، يعني كلهم وجوه خير وناس كلهم طيبين، بارك الله. والواحد ينبسط لما يجي تشرح نفسه. الحمد لله. الحمد لله. طبعا الجميع زي ما قلنا في ذا المسجد انهم مجتمع مختلط، يعني من جميع الاجناس. صحيح. مش فقط اندونيسيين، يعني اكيد في عرب، في باكستانيين، اندونيسيين، من جنوب افريقيا، من جميع الجنسيات. سبحان الله. الحمد لله. بس كل المسلمين الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. فهذا هو الجميل في هذا المسجد صراحه، انه ايش، المجتمع مختلط من جميع الجنسيات. ايش رايك في الافطار اليوم؟ والله اليوم رائع ما شاء الله. يعني ايش افطرت اليوم؟ اكل افغاني. كباب 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 ودجاج مع رز وسلطه ما شاء الله، يعني اكل ما حدا خلص الوجبه تبعته ما شاء الله. الوجبه كميتها كبيره وزاكي. نعم بالفعل صراحه الاكل كان جدا جميل ورائع، تنوع طبعا. حلويات، تاكل الاكل الاندونيسي يا ابو حسن؟ اكل الاكل الاندونيسي طبعا. طبعا بحكم انه زوجته اندونيسيه. طبعا بس ما احب السبايسي كثير سبايسي، يعني مش بعقل، بجنون. شكرا لك يا ابو حسن، ان شاء الله نلتقي في جمعات اخرى ان شاء الله. اخيرا قابلنا اخونا حاتم المغربي. كيف الافطار اليوم؟ هو اهم شيء لا يكون فيه فلفل، اهم شيء انه ما ياكل فلفل. كان في شويه فلفل بس اوكي. طبعا هذا اخونا المغربي حاتم من المغرب، ولكن خلاص كندي الجنسيه. دائما ما شاء الله يجي من مساساقه الى هذا المسجد تقريبا نصف ساعه، يعني سبحان الله، الله يكتب اجره ان شاء الله. وشكرا جزيلا على قدومك معنا هنا. شكرا لك يا ابو. في كندا عادة الويك إند الناس تجتمع في المساجد عشان يفطروا مع بعض، لأنه الأيام العادية الناس مشغولين، عمل، دوام من الصباح لين العصر، فأغلبهم يجتمعوا في الويك إند. من الآن في ويك إند يوم الأحد، طبعا في بعض العوائل على قولهم حجزوا مع المسؤولين في المسجد إنه هذا اليوم حيكون إحنا اللي نقدم الإفطار لجماعة المسجد. فكل تقريبا كل اسبوع تقريبا من يوم الجمعه، جمعه سبت احد، عوائل تحجز المكان. طبعا الايام العاديه موجود الافطار، ولكن ليس بالكثره اللي هي في الويك اند. طبعا بسبب هذا التنوع في المجتمع الكندي، طبعا المسلمين من جميع انحاء العالم زي ما قلنا مهاجرين لهذه المنطقه، فهناك يعني ايش، تجمعات او مجتمعات مسلمه، يعني زي ما قلنا في من باكستان، في من مصر ايضا، عندهم في مسجد اعتقد اسمه دار مساساقة، فهم يتبعون العلماء حقونهم. يعني زي بداية رمضان في ناس صاموا في يوم الاثنين، وفي ناس صاموا
يوم الثلاثاء. فسبحان الله هذا هو التنوع هنا في كندا. والحمد لله في هذا المسجد تنوع جدا جميل، اندونيسيين، باكستانيين، هنود، عرب، يعني من جميع الجنسيات في هذا المسجد. يعني مش هو حكر على على قولة مجموعة معينة، ولكن سبحان الله أينما تكون في العالم المسلمين عندما يجتمعون خاصة في مادة الإفطار شيء جميل صراحة. هذه تجربتنا في شهر رمضان في كندا أو في بلاد غير مسلمة. فادعمونا باللايكات، لا تنسوا تدعمونا باللايكات وتنشروا الفيديو عشان يستفيدوا الجميع من هذا الفيديو ومن خلال تجربتنا في كندا. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله. لنشر الحياة للأمام.